طيب معايا على التليفون الكابتن حماده طلبه، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر. كابتن حماده مشرفني ومنورني. حبيبي ابو حميد، دايما منور حبيبي ودايما متالق، وببقى سعيد جدا ان انا معاك، حبيبي يا كابتن، ده والواحد شرف بيحب ليا. يقعد يسمع لك. والله ربنا يخلي حضرتك، شرف ليا يا حبيبي كابتن. حبيبي حبيبي ابو حميد. ايه رايك بكره في المباراه، شايفها ازاي؟ يعني انت بقى بورسعيدي زملكاوي، الموضوع بالنسبه لك كده سؤال مش هيبقى نمطي. شايف المباراة ازاي ومعطياتها ايه، والزمالك عمل ايه في الماتشين اللي فاتوا، هيعمل ايه قدام المصري؟ انت بقى حمادة طلبة، ايه شايف طبعا الماتش ازاي من وجهة نظرك انت؟ طبعا ابو حميد، انا اتشرفت طبعا، لعبت للنادي المصري ولعبت لنادي الزمالك، شرف ليا كبير طبعا، ناديين كبار والحمد لله الواحد ادى معاهم بكل اخلاص. شايف المباراه تبقى مباراه كبيره طبعا، والحمد لله الناديين بتربطهم علاقه كويسه ببعض، صحيح. كان جمهور الزمالك وجمهور المصري لهم علاقه برضو، بيحبوا بعض جدا. يعني اتمنى المباراه تطلع بشكل كويس بكره ان شاء الله. وخلينا اقول المباراه مع فرقتين كبار، اذا كان نادي الزمالك والنادي المصري عاملين، يعني شايف النادي المصري عامل صفقات محترمه، عندك مستر كامل ابو علي بصراحه عامل سكواد عالي جدا، معاهم مدير فني على اعلى مستوى، وكان لي شرف اني اشتغلت معاه. الناس كلها مستنيه المباراه، الناس كلها متحفزه، اذا كان المصري او الزمالك. اتمنى ان هي تطلع مباراه بشكل كويس. الو، ايوه كابتن حماده، سمعنا. ابو حميد سامعك. طيب بكره كابتن علي ماهر بيعرف يلعب المباريات الكبيره، بيعرف يلعب قدام نادي الزمالك، اخر مباراه قدر يفوز فيها. شايف ازاي جوزيه جوميز يواجه افكار كابتن علي ماهر؟ كابتن علي ماهر بيعتمد على الهجمه المرتده، بيعرف يدافع كويس جدا، وبيعمل كومباك في امتار قليله من الملعب، بيقدر يجمع اللعيبه، بيقدر يدافع ككتله واحده. شايف ازاي جوزيه جوميز يقدر يتعامل مع الفكر ده، فكر كابتن علي ماهر؟ والله يعني انا حاسس ان كابتن علي بكره هيفاجئه بالتشكيل. يعني انت النهارده كابتن علي كان في ناس بتلعب من السنه اللي فاتت زي ميدو جابر وسيد، الناس اللي كانت موجوده قبل كده وسمير فكري والكلام ده. انا شايف ان الكابتن جاب لعيبه كمان، لعيبه محترمه السنه دي، عندك زي قطه ده لعيب كويس جدا، عندك بدا يجيب لعيبه مش معروفه ومغموره بس أدت بشكل كويس الماتشين اللي فاتوا. يعني انا شايف الكابتن علي زي ما انت لسه بتقول يا ابو حميد، بيعرف يلعب الماتشات الكبيره، وخاصه قدام الزمالك بيعرف يلعب الزمالك بشكل كويس جدا. لا لازم يكون في حذر، هيبقى في حذر كبير جدا من جوميز بكره. الكابتن علي من الناس اللي انا اشتغلت معاها وبيحب الكره الهجوميه بشكل كبير جدا. يعني انا لما كنت بلعب معاه في الاسيوطي كنا اكتر، كنا فرقه لسه صاعده، وكنا جايبين حوالي 18 ضربه جزاء. يعني الفرقة الوحيدة اللي كانت الحتة الهجومية عندها استمرارية، عشان كده جبنا ضربات جزاء كتير. لا هو بيعرف زي ما انت بتقول، بيعرف يلعب الماتشات الكبيرة، ودايما بانتشاره بيبقى كويس جدا. انا شايف المباراة مش هتبقى سهلة، المباراة هتبقى صعبة جدا على نادي الزمالك، على جوميز اللي هو يكون يعني برضه هو اكيد عامل حسابه، وعامل حسابه بشكل كبير جدا، عارف اللي هو لاعب فرقة كبيرة وفرقه لها جمهورها ومعاهم مدير فن عالي ومعاهم مستر كامل ابو علي، بصراحه عامل حاجه محترمه. لا انا شايف المباراه تبقى صعبه بكره على نادي الزمالك. طيب شايف لا في حاله ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره زيزو هيكون موجود، لو ما كانش موجود مين يشارك مكان زيزو؟ والله انت عندك برضه، يعني انا شايف ناصر راجع، وطبعا يعني انا شايف زيزو مهم جدا اللي هو يكون متواجد، بس لا انا شايف الناس اللي موجوده ان شاء الله تكون متواجده. يعني عندك زيزو، عندك شيكابالا ممكن يكون موجود، عندك شلبي هيكون موجود. انا شايف اللعيبه اللي موجوده لعيبه كويسه، ولعيبه تقدر تأدي بشكل كويس جدا. اهم حاجه حاله اللعيب يوم المباراه تبقى عامله ازاي. انما شيكابالا انا شايف بيأدي بشكل كويس، وبيأدي بروحه، وراجل عنده خبرات وكابتن فرقه، وانا شايف شيكابالا لا ما شاء الله لسه زي ما هو. عندك ما شاء الله عبد الله السعيد جاهز. يعني انت النهارده عندك خسران اثنين لعيبه كبار جدا زي محمد شحاته وزيزو، لا صحيح. مهمين جدا ان هم كانوا يبقوا متواجدين، بس حظهم سيء اللي هم مصابين يعني. طيب زيزو خلي بالك هو كان بيشارك، عشان كده بقول لك بنسبه كبيره ان شاء الله هيبقى موجود. يعني
يعني هو ممكن يكون موجود، ده طب حاجه كويسه. لا انا سمعتك بتقول لي لسه مش هيلحق. بقول لك لو مش هيلحق يعني هو بنسبه كبيره ان شاء الله. بس برضه خلي بالك يا احمد، عاوز اقول لك حاجه، هو برضه رجوعه ممكن ما ادلوش من ممكن ما ادلوش من اول مباراه، برضه راجل لسه راجع من اصابه وفتره طويله، ممكن ما ادلوش من اول مباراه، ممكن يبقى ورقه رابحه معاه بره. انا من وجهه نظري انما ممكن ما يجيبوش يلعبوا على طول، يعني انا شايف دي برضه ممكن تكون موجوده يعني عند الراجل. يلا انت شايف المباراه صعبه جدا. طب لو بنتكلم على دفاعنا الزمالك، شايف دفاعنا الزمالك يتوخى الحذر من مين، بما انك عارف ودارس وشايف لاعبي نادي مصر في الشق الهجومي؟ صلاح محسن خطر جدا، يعني من اللعيبه اللي انا برضو لعبت معاها في انبي. لا لعيب ذكي، لعيب بيعرف يتحرك جوه ال 18 بشكل كويس جدا. وكابتن علي من الناس اللي هي بتحب على طول طول الوقت اوفرات من يمين واوفرات من الشمال، بيحب يلعب على من على الجناب اكتر. وصلاح ما شاء الله عنده جنب عالي وبيعرف يتحرك في ال 18 وطول الوقت متواجد، طول الوقت سريع، يعني لو اتحطيت له برضه في مساحه عنده سرعات. يعني صلاح محسن من الناس اللي انت تكون قلقان منها طول الوقت، في اي لحظه ممكن يخطفك. انا شايف ان صلاح خطر جدا جدا في ال 18. طيب كابتن حماده انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا حبيبي. كابتن حماده حبيبي حبيبي ابو حميد، ربنا طيب شرفنا ونورنا النجم الكبير كابتن حماده طلبه، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، بشكرك شكرا جزيلا.